الشبابيه ومساهمه في احداث تغيير مجتمعي في كافه المجالات تحديدا من بلده المغار راح نتابع تقرير عن شبيبه العطاء وبعد هيك راح نحكي مفصلا عن هذا الموضوع خليكم معنا نظمت شبيبه العطاء يوم الشكر في المغار حيث يهدف هذا اليوم إلى زرع قيمة الشكر عند الطلاب وبهذا قاموا في مشروع تطوعي الذي يهدف إلى إيصال الشكر والمودة لجميع المؤسسات في المغار إحنا شرط العطاء قد ما بنقدر إنه بدنا نطور القيم عند الأولاد اليوم عندنا إحنا يوم الشكر العالمي لشبيبة العطاء تعرف كيف تقول شكرا شكرا لكل حدا بيعطينا، بيساعدنا، بيعملنا، بيشتغل لنا اشياء اللي احنا مش دائما بنقدر نقول له شكرا، هذا الوقت انه هذا اليوم انه نقول له شكرا. كلمة شكرا كثير مهمة عنا، انه نبلش احنا نعطيها للاولاد ونفوتها في ذاكرتهم وفي قلبهم انه كل كل واحد بيقدر انه يقول شكرا، ليه ما نقولهاش تتبع فكرة الشكر من تسليط الضوء على الاشخاص التي تعطي وتساهم في تطوير وحماية المجتمع، ولكنها لا تتلقى أي يوم قابل. آه هذا اليوم أنا حسب رأيي أنه يوم كثير كثير منيح عشان عم ننطي إحنا قيمة لناس أنه بحاجة لهذا الإشياء لما أنا عرفت أنه عن هذا اليوم يعني عم بشوف أنه تغير أنه ناس عم تمرق عم تقول لعمال النظافة شكرا عم تقول للحارس شكرا أنه يمكن هاي كلمة صغيرة بس أنه عندهم تنطق إيجابية كثير كبيرة اليوم هو كان يوم التدا يوم الشكر في العربة اللي احنا قلنا يوم نعمل كثير فعاليات في المدرسة اللي عم نواجه الطلاب انه في كثير اهمية انه نحترم هاي الناس اللي هي الناس اللي بتعطينا بلا ما نعطيها مقابل وفهمنا انه كلمة شكرا هي لها معنى كثير كبير وهيك تهدف شبيبة العطاء من هذا اليوم إلى تغيير المستقبل فربما تسليط الضوء على اهميه الشكر من شانها ان تزرع قيم جديده عند الطلاب الذين بدورهم سوف يمررون هذه القيم الى الجيل القادم